هذا واستقبل معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2023 في يومه الأول 8000 طالب وطالبة من مختلف مدارس مملكة البحرين، إذ يعتبر هذا المعرض منصة تعليمية وثقافية تعرف الطلبة على الإنتاج الحيواني في مملكة البحرين وخارجها. بأجواء مليئة بالحماس والفرح تفاعل الطلبة من مختلف الأعمار مع كل ما تم عرضه في معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني مراعي 2023 من مختلف أنواع الحيوانات والطيور، وتعرفوا عن قرب على أنواعها وعلى أهمية الإنتاج الحيواني في توفير الأمن الغذائي في مملكة البحرين. طبعا لقينا الله يسلمك اليوم إقبال كبير جدا، ما يقارب أكثر من 3000 طالب وطالبة مع المدرسين والمدرسات، والحمد لله تم زيارة جميع الأقسام الحيوانية والعروض الحية الداخلية والخارجية، وطبعا حضروا جميع الفعاليات والشو الموجود. مكان مناسب لجميع الأعمار، مناسب لجميع الجنسيات، في تثقيف بأكثر من لغة موجودة، حيوانات أليفة موجودة، تكون فرصة جميلة للكبير وللصغير أن يكون قريب من الحيوانات الأليفة. اليوم كنا في زيارة حقيقة لهذا المعرض واللي فيه أهداف كثيرة حقيقة، منها أول حاجة الاستمتاع والمتعة اللي شاهدها الطلاب وشاهدناها على وجوههم حية كل طالب حقيقة. تضمن المعرض العديد من الأقسام الداخلية والخارجية التي تشمل أنواعا مختلفة من الحيوانات والطيور والأنشطة والألعاب. خلينا جولة على المكان وعجبني هذا ركن الطيور. كان واجد جميل، مناسب لجميع الأعمار، مناسب لجميع الأشخاص. أجمل ركن كان ركن العصافير، كان واجد في عصافير حلوة أول مرة نشوفها. طبعا أخذت جولة في المكان، أكثر مكان شداني الخيول، كان في خيول مختلفة بأنواع مختلفة وألوان مختلفة. في حيوان ببغاء كان يعني شكله غريب علي، كان عملاق لونه وردي. وترينا فيه، وأكثر ركن عجبني كان ركن القطط. انبهرت من الصقور والهاي، أول ما شلتها يعني أول مرة أجرب الشعور، وأول مرة أجرب أمسك الكلاب، عجبوني أشكالهم أنواعهم. زرنا المعرض وكان وايد وايد حلو، وشفت حيوانات يعني أول مرة أشوفها في معرض الطيور. اليوم زرنا معرض مراعي ورحنا أكثر من ركن، منها ركن القطاوة والطيور والحمام، بس اكثر شيء شدني في المعرض اللي هو يعني الترتيب والحيوانات. بعد انه هو القطط كانت وايد يعني منوعه، وكان في يعني اشكالها كانت وايد حلوه. الفعاليه وايد كانت حلوه، كانت في حيوانات جذبتني مثل حيوانات اقدر المسها. اليوم شرفونا ابنائنا الطلبه، نحرص على تعليم اولادنا على طريقه الزراعه وانواعها. معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني مراعي 2023 يعتبر منصة ثقافية ومعرفية تعزز لدى الطلبة ومرتدي المعرض ثقافة الإنتاج الحيواني وأهمية أن يكون هناك استراتيجية وطنية تعنى بالأمن الغذائي وصناعة الغذاء وتكريس الشراكات مع الشركات المحلية واستقطاب المستثمرين في هذا المجال.